زكاة الفطر هل يجوز إخراجها نقودا؟ لأن الأخ قد استدل على ذلك بحديث معاذ أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له يا معاذ خذ الحب من الحب، قال له عليه الصلاة والسلام خذ الحب من الحب، وخذ الغنم الشاة من الغنم، وخذ البقر من البقر، وخذ الإبل من الإبل. يستدل الأخ الكريم بهذا الحديث على جواز أن نخرج الزكاة نقودا أو أن نخرجها من جنسها. وبداية أود أن أقول بأن الحديث في سنده ضعف، أقول إن الحديث في سنده لين، في سنده ضعف، حديث معاذ في سنده ضعف، لكن ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض، كما يقول عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو من شعير إلى غير ذلك من الروايات. وقال عليه الصلاة والسلام عن العبد فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو من شعير على العبد وعلى الحر وعلى الذكر وعلى الأنثى وعلى الصغير وعلى الكبير، وأمر صلى الله عليه وآله وسلم أن تخرج قبل صلاة العيد، فرض رسول الله. فالجمهور جمهور أهل العلم على أن الأصل أن تخرج زكاة الفطر على الوجه الذي ورد به النص الشرعي النبوي، جمهور أهل العلم على أن الأصل أن تخرج زكاة الفطر على الوجه الذي ورد به الدليل من النص الشرعي النبوي وفي الصحيحين في أعلى درجة الصحة، وإلا فلقد وجد المال مع الصحابة حين أمر النبي أن يخرجوا زكاة الفطر فطرا أو طعمة، كان المال موجودا، وإذ به صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يخرجوا زكاة المال مالا، وأن يخرجوا زكاة الزرع زرعا، وأن يخرجوا زكاة الفطر طعمة من غالب قوت أهل البلد كما قال المحققون من أهل العلم. فلا حرج الآن أن يخرج أهل مصر أرزا أو قمحا أو دقيقا إلى غير ذلك مما يغلب عليه، مما غلب في قوت البلد أو كثر تناول الناس له من قوت البلد كما هو معلوم. فالأصل أن تخرج زكاة الفطر مما ورد بكيف بالكيفية التي ورد بها النص الشرعي، فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو من شعير إلى آخره. لكن انتبه معي، أقول يا أخي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه وأبو حنيفة طيب الله ثراه ورحم الله علماءنا جميعا، لا يجوز أن تعرض أو أن تبتعد عن النص الشرعي، يعني لا يجوز لك أن تخرج زكاة الفطر مالا إلا إذا اقتضت الحاجة أو الضرورة ذلك، ولا حرج عليك ولا إثم. أرجو أن يكون الجواب واضحا. الأصل أن تخرج زكاة الفطر على الوجه الذي ورد به النص الشرعي النبوي، ولا يجوز العدول عن هذا النص الشرعي النبوي إلا لحاجة أو لضرورة. يعني إيه؟ يعني أنا أرى هذا الفقير الذي أعرفه، أرى أن حاجته إلى المال وقت إخراج زكاة الفطر أشد وأحوج من حاجتي إلى الشعير أو إلى التمر أو إلى الأرز، فلا حرج عليك في هذه الحالة إن رأيت حاجة الفقير إلى المال أن تخرج له زكاة الفطر مالا. لا حرج عليك حينئذ أن تعدل عن هذا النص لحاجة رأيتها أو لضرورة تعرفها أنت من حالة الفقير الذي تخرج له زكاة الفطر مالا وليس الطعمة. وأرجو أن نخرج بهذا من الخلاف الذي نقع فيه كل عام في رمضان، والله تعالى أعلم. الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعمة من قوت البلد الذي تعيش فيه، فإن رأيت ضرورة أو حاجة لفقير من الفقراء إلى المال فأخرجها له مالا ولا إثم عليك ولا حرج، والله تعالى أعلم.